صرح مسؤول في السفارة الأمريكية في بكينغ أن ناشطا أمريكيا كانت كوريا الشمالية قد اعتقلته ديسمبر الماضي وصل إلى الصين اليوم وسيعود بعد ذلك للولايات المتحدة. كانت كوريا الشمالية قد أعلنت أمس أنها ستفرج عن روبرت بارك الذي اعتقل في عيد الميلاد لدخول البلاد بصورة غير قانونية في رحلة قال إنها استهدفت زيادة الوعي بشأن انتهاكات بيونغ يانغ لحقوق الإنسان على حد وصفه. ويزيل الإفراج عن بارك عقبة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة مع تزايد الضغط على بيونغ يانغ لإنهاء مقاطعتها التي بدأت قبل عام للمحادثات الدولية بشأن نزع السلاح النووي.